برعاية من سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، احتفلت اللجنة الأولمبية باليوم الأولمبي بمجمع الأفنيوز. وشهد سمو الشيخ خالد بن حمد فعالية اليوم الأولمبي بمجمع الأفنيوز، وكان في استقبال سموه لدى وصوله كل من سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة، وسمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة وكيل وزارة شؤون مجلس الوزراء نائب رئيس اللجنة الأولمبية، والدكتور عبد الرحمن عسكر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة، والسيد فارس الكوهجي الأمين العام للجنة الأولمبية، وبحضور عدد من رؤساء وممثلي الاتحادات الرياضية. وزار سموه الموقع الأساسي للفعالية، حيث اطلع سموه على الركن الخاص للترويج لدورة الألعاب الرياضية المدرسية 2024، ثم أخذ سموه جولة على العروض الرياضية لكل من رياضة الجودو والكاراتيه والملاكمة ورفع الأثقال وكرة الطاولة والمبارزة وكرة السلة وألعاب القوى. والتقى سموه باللاعبين وممثلي الاتحادات الرياضية، وسط سعادة كبيرة وترحيب حار لقيه سموه من المواطنين والمقيمين والأطفال الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية مع سموه. وبهذه المناسبة أعرب سمو الشيخ خالد بن حمد عن سعادته بالمشاركة الإيجابية من قبل أفراد المجتمع والأسرة الرياضية بفعالية اليوم الأولمبي، والذي يهدف إلى التوعية بأهمية الرياضة والتشجيع على ممارسة الأنشطة الحركية والتعريف بالقيم الأولمبية النبيلة، استجابة لدعوة اللجنة الأولمبية الدولية والتي تحث جميع اللجان الأولمبية الوطنية لإحياء فعالية اليوم الأولمبي لما لهم من دور هام في الترويج للمبادئ الأولمبية. وأضاف سموه: في كل عام نحتفل باليوم الأولمبي، والذي يتصدر أجندة اللجنة الأولمبية سعيا منا لحث المجتمع على ممارسة الرياضة سواء الحركية أو الترويجية أو الترويحية، لتكون الرياضة أسلوب حياة، ونحن سعداء بالمشاركة المجتمعية الواسعة في الأنشطة والبرامج التي نظمت هذا العام في عدة مواقع بجانب مجمع الأفنيوز الذي احتضن الفعالية الرئيسية ليحقق اليوم الأولمبي الأهداف التي أقيم من أجلها. وأكد سمو الشيخ خالد أن اللجنة الأولمبية البحرينية حريصة على الاحتفال باليوم الأولمبي الذي يعد حدثا مهما في مسيرة الحركة الأولمبية، لكونه حدثا تتوحد خلاله الجهود وتتشارك فيه الأهداف والغايات وتتسابق فيه جميع اللجان الأولمبية على مستوى العالم من أجل تأكيد المبادئ الأولمبية السامية والتي تتمثل في الصداقة والتميز والاحترام، مشيدا سموه بجهود كافة اللجان العاملة في توفير سبل النجاح والتميز للحدث. والله يسعدنا اليوم ان احنا نشارك في اليوم الاولمبي، والحمد لله اليوم يعني نشوف عوائل كلها اليوم مشاركين في الاحتفالات الكبيره في الالعاب كلها، وندل على شيء دل على مكانه مملكه البحرين من ناحيه رياضيه، مشاركه العوائل، مشاركه يعني الجميع، والحمد لله اليوم نشوف يعني جميع الالعاب اليوم مشاركين، سواء الالعاب الكومبات سبورت او الالعاب الفرديه والجماعيه، وحضور سمو الشيخ خالد وتشريفه لهالاحتفال اليوم يعطي زخم اعلامي كبير. والحمد لله اليوم الكل مستانس على هالمشاركة ذي، ونتمنى إن شاء الله التوفيق للجميع. السبب الرئيسي وراء يوم الأولمبي أن التوعية، نخبر المجتمع عن ألعاب الأولمبية مثل لعبة الملاكمة، لعبة المبارزة، لعبة الجودو. بصراحة يعني في مملكة البحرين الرياضة قاعدة تتغير، قبل 10 سنوات مو بالكل يمارس الرياضة مثل اليوم، فما ندري يمكن من الأطفال يجون اليوم بعضهم بيقولون حق بيخبرون أهاليهم يقولون بنصير أبطال أولمبيين، واحنا نتشرف وندعم هالشيء. قدرنا اليوم نشوف مواهب جديدة تشرف مملكتنا بإذن الله في البطولات الجاية، وهذه ناس ما يقولون نقطة فقط للتحول الرياضي في البحرين، للتطور الرياضي في البحرين، دعم القيادة الرشيدة في البحرين اللي قدرنا نستضيف أكبر المنافسات. نشكر سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، صراحة يوم جميل، ناس كثيرة متواجدة ومتحمسة، وفي نفس الوقت فرصة أن يروجون للرياضة وأهمية الرياضة وممارسة الأنشطة الرياضية. اليوم متواجد هنا في الأفنيوز
داعم إلى اليوم هذا وإلى الرياضيين وإلى جميع الرياضات، وهذا شيء مو غريب على مملكتنا. التطور والتميز هذا واضح من الإقبال والحضور، إنه ما شاء الله الناس مهتمة. اليوم جينا حق حفل نظمته اللجنة الأولمبية حق اليوم الرياضي، وهذا يعكس أهمية الرياضة عند الشعب البحريني ومملكة البحرين. أنا رياضتي المفضلة كرة القدم، وأنا اليوم هني عشان أستمتع والأطفال أشوف هذه المهرجان الجميل.